وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حقوق يجب أن تعرف بإذن الله تبارك وتعالى. سنتكلم اليوم بعنوان: لماذا نعبد الله والله غني عن عبادتنا وعن طاعتنا؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الكون كله يعبد خالقه ويوحد خالقه ويسبح خالقه بتسبيحه، بتسبيح يجهله الخلق. فوالله لو كشف الله تسبيح الكون للإنسان لطاشت عقولنا. لماذا لو سمعت الجدار الذي تجلس إليه يسبح، والنمل يسبح، ولو سمعت الهدهد يسبح، والدواب والهوام والحشرات والأشجار والأنهار والبحار، لو سمعت الكون كله من حولك يسبح الله، والله لطاشت عقولنا. لذا تدبر قول الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لماذا قال إنه كان حليما غفورا ولم يقل إنه كان عزيزا حكيما؟ إنه كان حليم بكم إذ لم يكشف لكم تسبيح الكون من حولكم، غفورا لكم على غفلتكم وعنادكم، مع أنه كرمكم على الكون كله. فالكون كله يسبح، وأنت أيها الإنسان غافل غافل عن ربك جل وعلا. إنه كان حليما غفورا. وتدبر معي قوله سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرا من الناس وكثيرا حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والسؤال: إذا كان الله غني عن خلقه وغني عن عبادتهم لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فهو القائل سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. رواه الإمام مسلم. الله غني عن خلقه وغني عن عبادتهم. إذ كان الأمر كذلك، فلماذا أمرنا الله أن نعبده؟ لماذا نعبد الله جل وعلا؟ فلماذا أمرنا الله أن نعبده؟ لماذا نعبد الله جل وعلا؟ الجواب: لأن العبادة حق الله على خلقه، فليس بمستنكر أن يكون لله وحده على فليس بمستنكر أن يكون لله حق على الخلق، وإنما المستنكر والمستغرب أن يجحد الخلق حق الخالق. فنحن نعبد الله لأنه يستحق أن يعبد، لأن العبادة حق الله علينا. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والجفاء والجحود أن يؤثر الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر. إن أحسن إليه أحد من الناس يأثرك إحسانه وتحبه فيقول. من الجحود والجفاء أن يؤثر إنسان إحسان من أحسن إليه،
من البشر، وأن ينسى الإنسان إحسان وإنعام خالق البشر. أيها الإنسان المغرور، أيها الإنسان الجحود، انظر إلى الكون كله لتتعرف على عظمة الله لتعبده، انظر إلى الكون كله لتتعرف على الله لتحبه، فمن عرف الله وأحبه وعلى قدر الحب تكون العبادة ويكون العمل. من عرف الله وأحبه، انظر من الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، انظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض واتساعها وإلى الجبال وأثقالها وإلى الأفلاك ودورانها وإلى البحار وأمواجها وإلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى الكون لتتعرف على الله، لتحب الله بكل كيانك وقلبك، لتعبد الله وأنت في غاية الذل لله وفي غاية الحب لله. أخي، يد من التي خلقت السماء ورفعتها بلا عمد؟ يد من التي زينت السماء والنجوم والشموع والكواكب والأقمار؟ يد من التي خلقت الأرض يد من التي خلقت الأرض وأرصاها بالجبال والأحجار؟ يد من التي خلق فيها البحار والأنهار؟ يد من التي خلق فيها الزهور والأشجار والثمار؟ يد من التي خلقت الإنسان في أجمل صورة وأحسن تقويم؟ يد من التي امتدت إلى عين الإنسان فجعلتها في علبة عظيمة قوية متينة حتى لا تتعارض العين إلى الفساد، ثم ظللتها بالرموش لتعكس الرموش أشعة الشمس عن العين حتى لا تؤذي، ثم أحاطت العين بالأهداب حتى لا يتساقط العرق إلى داخل العين فتتلف. يد من التي خلقت وجعلت ماء العين مالحا ألا وهو الدم حتى تقتل الميكروبات التي تتسرب إليها من جديد؟ يد من التي جعلت من الأنف حامضا لتتعلق به الأتربة والميكروبات فلا تؤذي داخل الإنسان؟ يد من التي خلقت أذان الإنسان بهذا الجمال والإبداع والإتقان وجعلت ماء الأذن مرة حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذنها إلى آدم وأنت نائم؟ يد من التي خلقت الفم بهذا الجمال والإبداع وجعلت ماء الفم حلوة حتى يتذوق الإنسان الطيب من الخبيث والطيب من الحر؟ يد من التي امتدت إلى كوز الذرة فرصت عليه هذه الحبات اللؤلؤية بهذه الإتقان والجمال والإبداع؟ يد من التي امتدت إلى سنبلة القمح فغلفتها بهذه الأغلفة الحصينة ومكنتها وحصنتها بشوك حتى لا تكون حبة القمح داخل الغلفة غذاء للطيور؟ وقد قال الملك أن تكون غذاء لك أيها الإنسان الجحود. والله لو أذن الله لحبة القمح أن تتكلم وأنصت إليها المخلصون لاستمعوا إلى حبات دقيقها داخل الأغلفة تقول: سبحان من جعلني طعاما لفلان ابن فلان. يد من التي امتدت إلى الماء العذب الفرات وإلى الملح الإجاج فجعلت بينهما برزخا وحجرا محجورا؟ يد من التي خلقتك أيها الإنسان وجعلت في حلقك في مكان يسمى البلعوم بوابة منيعة حصينة تسمى هذه البوابة بلسان المزمار؟ هذا اللسان لو تعطل لحظة واحدة
وظلت لهلكت أيها الإنسان الجحود. فوظيفة هذه البوابة أنها تسد القصبة الهوائية عند البلع، وتسد البلعوم عند التنفس. ولو أخطأ هذا العضو لحظة لسقطت الجرعة ماء أو لقمة صغيرة إلى مجرى التنفس، لهلكت أيها الإنسان المغرور. يد من التي خلقت هذا الكون كله بما فيه من جماد وجمال؟ يقول الشاعر: لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما لديه هداك، ولعل ما في النفس من آيات عجب عجاب لو تراه عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا ما حاولت تفسيرها لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت يموت إل قل للصحيح يموت من علة من يا صحيح بالمنايا دهاكا. بل سائر الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاقا. بل سائر البصير كان يحذر حفرة فهو بها ما زل ذي أهواكا. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راعي بلا راعي ومرعى، من الذي يرعاك؟ سل الولد يبكي وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفس سمه فسله يا ثعبان بالسموم حشاك. وسله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. وسل بطون النحل كيف تقطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. من سائل اللبن المصفى من بين فرس ودم من الذي صفاك. وإذا رأيت النبات في الصحراء يربو وحده فسله من أرباك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فسله يا نخل ما شق نواك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فسله من أسراك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فسلها فسل لهيب النار من أوراك. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. إن هذه إن الذي يقدر الخير كله هو الله عز وجل. ألا يستحق أن يعبد؟ ألا يستحق هذا الإله العظيم أن يعبد؟ والله إن الحلق ليجف، وإن الفؤاد ليتمزق، وإن الكلمات لتتوارى على خجل واستحياء من الحليم الكريم الذي خالق لنا كل هذا، ونحن نجحده، ونحن لا نفرده بالعبادة والطاعة والتوحيد. هذا الإله العظيم ألا يستحق أن يعبد؟ ألا يستحق أن يوحد؟ ألا يستحق أن يطاع؟ ألا يستحق أن يمتثل أمره؟ ألا يستحق أن يجتنب نهيه؟ ألا يستحق أن نقف عند حدوده؟ ألا يستحق أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يستحق هذا الإله العظيم أن يعبد؟ لماذا نعبد الله؟ لأن العبادة حق الله علينا. ثم لماذا نعبد الله؟ لماذا؟ لأن العبادة غذاء للروح، لأرواحنا. فأبداننا ستموت بدون العبادة، سنموت كما مات أهل الجسد الذين
قتلوا الروح قتلا، ماتوا وهم يتحركون بين الناس. إن الإنسان جسد وروح، ومستحيل أن يعيش الإنسان حياة طيبة سعيدة بالبدن دون الروح. وأنتم تعلمون أن الغرب قد أعطى البدن كل ما يشتهيه من طعام وشراب وشهوات ونساء وملذات وعلوم وتكنولوجيا إلى آخره. أعطى الغرب البدن كل ما يشتهي البدن، وبقيت الروح في أعماق البدن تصرخ تبحث عن دواء وغذاء. فوقف الغرب أمام الروح عاجزا لا يملك شيئا، لأن الروح لا توزن بالجرام ولا تقاس الروح بالتمنة متر الزئبقي، ولا توضع الروح في بوتقة التجارب في معمل كيمياء أو في معمل فيزياء. لذا وقف الغرب عاجزا أمام الروح، إذ لا يعلم دواء الروح وغذاء الروح إلا خالق الروح جل وعلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فوقف الغرب عاجزا أمام الروح يعيش في ضنك نعيم، ونحن نتحدى من ينكر ذلك. يعيش الغربيون في ضنك وشقاء، لماذا؟ لأنهم أعطوا البدن كل شيء وكل ما يشتهيه، وبقيت الروح لم تأخذ شيئا على الإطلاق. هي تنادي في أعماق البدن، تريد دواءها، تريد غذاءها، تريد شرابها ودواءها وغذاءها وشرابها في منهج خالقها وربها. وإن انتشر عيادات الطب النفسي وحالات الانتحار الجماعي والفردي في الشرق والغرب، لمن أعظم الأدلة العملية على ما يعانيه الغرب في الجانب الروحي من قلق وشك وضنك واضطراب. لا يمكن يا إخوة لطائر جبار أن يحلق في الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة وإن طالت حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فالإنسان يعيش بين هذين الجناحين، بين جناح الروح وجناح البدن. بل إن الروح هي الأصل، لأن الروح هي التي تحمل البدن. سئل الإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضي الله عنه يوما: هل الروح هي التي تحمل البدن، أم البدن هو الذي يحمي الروح؟ قال: بل إن الروح هي التي تحمل البدن، بدليل أن الروح إن فارقت البدن وخرجت منه وقع البدن جثة هامدة لا قيمة لها، إن لم يدفن فاح عفنها ونتنها. فنحن نعبد الله لأن العبادة غذاء الروح، ومن عرف الله أحبه وشعرت روحه بالسعادة، بل وشعر بدنه بالسعادة. لا يشعر المسلم بالأنس والسعادة إلا في رحاب الله وفي ذكر الله وفي الصلوات لله وفي طاعة الله وحده وفي السجود بين يدي الله. قمة السعادة للمسلم من عرف الله أحبه الله. قال أحد السلف: مساكين والله أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: حب الله والأنس به. فنحن نعبد الله لأن العبادة غذاء للروح. وبإذن الله تبارك وتعالى انتهى هذا اللقاء، وبإذن الله عز وجل سنكمل لكم في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم حيثما كنتم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.